عندي رشه ملح وعندي كوبايه سكر بني، او لو ما عنديش سكر بني زي ما انا على طول بعمل، بحب اعمل ايه، بحط عندي كوبايه من السكر الابيض، بحط عليه معلقه عسل وبفركه بحوله لسكر بني. تمام، يبقى انا لو ما عنديش سكر بني مش هشتري، وهحط مكانه كوبايه من السكر الابيض عليه معلقه عسل اسود. تمام، طيب وعندي نص كوبايه من زبده الفول السوداني اللي احنا عملناها، هاخد نص كوبايه منها، وثلاث ارباع كوبايه من الزبده، وعندي كمان كوبايه من اللبن. تمام، جيب بس الزبده في الميكرويف، كنت بسيحها شويه. وعندي ثلاث ارباع كوبايه من كوبايه لبن، وعندي اتنين بيضه وفانيليا وكيس قهوه سريعه الذوبان او معلقه صغيره، اي نوع قهوه سريعه الذوبان، لو حابين تشيلوه من الوصفه ممكن تقدروا تشيلوه ما فيهوش مشكله، وكوبايه من الشوكولاته القطع او شوكولاته تشيبس او شوكولاته مكسراها زي ما انتوا حابين. تمام، اول حاجه هجيب البيضتين، تمام، والسكر، تمام، والفانيليا، والقهوة سريعة الذوبان، كل ده هضربهم مع بعض. تمام كده، وانا بضربهم مع بعض هحط المكونات الجافة اللي هي عبارة عن ايه، عبارة عن رشة الملح والمعلقة ونص من البيكنج باودر او معلقة الكيس البيكنج باودر، هحطه على الدقيق واقلبهم اهو، البيكنج باودر على رشة الملح اهو بالشكل ده، وهبدأ إن أنا أضرب البيض مع السكر والفانيليا. بص هنفضل نضرب البيض لحد ما يبقى كريمي، بس احنا عشان الوقت فهبدأ إن أنا أنزل بالزبدة على طول، بس انتوا اضربوا البيض والسكر وقت اكبر شويه، هنزل بالزبده وممكن ابدل الزبده بزيت لو حابين. ثلاث ارباع كوبايه الزبده دي ممكن احط مكانها زيت، ممكن احط مكانها سمنه، بس انا في الوصفه دي بصراحه بحب الحاجات اللي بعملها في قوالب انجلش كيك او كده، بحب ان انا اعمل بالزبده اكتر. هحط الزبده واضرب. هحط نص كوباية زبدة الفول السوداني اللي احنا عملناها مع بعض، عايرت نص كوباية اهي بالشكل ده، هحطها كده، وهحط عليهم اللبن وهقلب عشان خلاص بعد كده احط المكونات الجافة. يلا يا اسلام، بس كده المكونات السايله، هحط عليها المكونات الجافه اللي عباره عن كوبايتين من الدقيق ومعلقه من البيكنج باودر والملح. تعالوا بقى ايه، خليط كده تمام جدا، طبعا الخليط اللي بيبقى فيه الزبده بيبقى ماسك شويه عن الخليط اللي فيه الزيت، هتاكد بس ان كل الدقيق ده هقلبه كده مع بعض عشان ما يبقاش عندي اي دقيق في الاطراف اهو. تمام قوي كده اهو، واحطه في القالب بتاعي بالشكل ده اهو، وهسويه كده وهغطيه بالشوكليت شيبس بالشكل ده، وهدخله درجة حرارة 180 شغال الفرن تحت بس. طيب بعد ما هيطلع هيبقى معايا بالشكل ده، انا خبزته في قالب انجلش كيك اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نبدأ نقدمه. يلا اسلام حطهم على طول عشان الوقت خلاص اهو بالشكل ده اهو،
ناجح جدا وتحفه، وبجد من اكتر الكيكات اللي هتحبوها والولاد كمان هتحبها قوي. اهو هوريه لكم من جوه عامل ازاي. اهو بصوا تحفه فعلا، بجد ناجح جدا دخول المدارس، الحاجات دي الولاد بتحبها قوي. تعالوا بقى يلا نقدمه كده اهو، مع زبدة الفول السوداني ومع الشوكولاتة قبل للدهن والحلاوة اللي بالشوكولاتة والحلاوة اللي بالفانيليا، بتبقى بجد من اكتر الحاجات اللي انتوا هتتبسطوا قوي لما بتعملوها في البيت وبتنجح، بتبقى فعلا ممتازة.